بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من تاني، عشاق ومحب تعلم اللغة الإنجليزية، على قناتكم قناة مستر وائل ربيع البدري على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو جميل جدا ومفيد جدا لكل طلاب الشهادة الإعدادية وكل محب تعلم اللغة الإنجليزية. الفيديو النهاردة هيناقش بالشرح والمفصل والدليل حل محافظة أسوان الترم الثاني 2023 إنجليش. طبعا امتحان فريش وطازة، امتحان بصراحة فوق المتوسط، فيه تريكات ياما، فأرجو ان احنا نركز جدا جدا ونتابع الفيديو الآخر وما ننساش دعم القناة، ويلا بينا على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في الامتحان، وزي ما احنا شايفين الامتحان في 4 صفحات، وبعتذر بس بشأن الايه التصوير شوية. طيب هنبدأ مع بعض سؤال الدايلوج الأول، المحادثة ما بين شخصين طبعا، a student و teacher، تلميذ والمدرس بتاعه والمدرسة بتاعته. ونركز على الجملة اللي فوق اللي بتقول a student is talking to his or her teacher about the solar system، طالب بيتكلم مع مدرسه أو مدرسته عن النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية. التلميذ بيسأله يا أولاد nice to meet you sir، لطيفة أن أقابلك يا سيدي، can I ask you a few questions، ممكن اسالك بعض الاسئله او القليل من الاسئله. طيب كلام جميل جدا، رد عليه طبعا وقال له what questions would you like to ask، يبقى رد بالموافقه، برافو عليكم. يبقى yes of course، yes for sure، او كلمه sure، او كلمه all right صح، no problem at all، كل دي اجابات جميله جدا. طيب بيقول له ما الاسئله التي تود ان تسالها، فرد عليه الطالب الجميل او الطالبه وقال السؤال، فرد على التيتشر وقال له ايه There are 8 planets in our solar system or in the solar system. يوجد هناك 8 كواكب في المجموعة الشمسية. يبقى كان بيسألوا برافو عليكم عن العدد. يبقى how many planets are there in the solar system? Or what number of planets? What number of planets are there in the solar system? إجابات جميلة جدا. طيب وبعدين قال له what else؟ وماذا أيضا؟ السؤال اللي بعد كده إيه؟ سأل سؤال قال له the sun is a star not a planet، ركزوا جدا، الشمس نجم وليست كوكب. ما كان بيسأله عن الشمس بيقول له ايه is the sun a star or a planet، هل الشمس نجم ام ايه ام كوكب. كلام جميل، لان طبعا واضح ان السؤال في تخيير. طيب في ناس بتقول لي يا مستر ما ينفعش what about the sun، ماذا عن الشمس، جميلة جدا ما فيش مشكلة. طيب How can we see the stars؟ كيف يمكننا أن نرى الكواكب؟ كلام محترم جدا، إيوان برافو عليك. We can see them through or with the telescope، ممكن أن احنا نشوفهم عن طريق أو من خلال التلسكوب، المقراب يعني. طيب Yes the telescope is a good idea، نعم التلسكوب يكون فكرة جيدة. طيب وبعدين قال له حاجة فقال له You are welcome، طبعا سهلة جدا أكيد بيشكره، Thanks for your time sir، Thank you sir، كل ده كلام جميل جدا. طيب السؤال الثاني الجميل بتاع complete، طبعا بنقرا الكلمات اللي موجودة فوق، information معلومات، media وسائل إعلام، become يصبح أو يبدو للجمع، وjob وظيفة أو مهنة، كلمة becomes يصبح أو يبدو للمفرد، وsolutions اللي هي الحلول. طيب a journalist collects and presents space as a news story، الصحفي بيجمع ويعرض كقصة إخبارية أو حكاية إخبارية، طبعا information، برافو عليكم. طب number 2 يا مستر، this can be presented through newspapers magazines radio، ماشي وبيقول لي television and internet، يعني يا أولاد هذا يمكن أن يعرض عبر الجرائد والمجلات والراديو والتلفزيون زي ما انتم شايفين والانترنت. journalism has space opportunities، الصحافة لها فرص الله عليكم، فرص توظيف، ممتازين، يبقى كلمة job هي المناسبة. طيب within different areas of space radio television newspapers magazines etc، من خلال مناطق مختلفة او عبر مناطق مختلفة من كذا كذا كذا، واضح ان دول كلهم وسائل اعلام، برافو عليكم. يبقى التالتة هي ميديا. طب نمبر 4 يا مستر، بيقول لي there are specialized tasks for journalists، يوجد هناك مهام متخصصة اوكي او معينة
للصحفيين. I would like to space a journalism one day. إنني أود أن صحفي يوم ما. يلا ينور عليكم. يبقى بيكام لأن عنده طبعا تو مصدرية عايزة الفعل في النصب. قطعة جميلة جدا ولذيذة. ونركز بقى على أسئلتنا الجميلة. The best title for this passage is. الأفضل عنوان لهذه القطعة يكون إيه؟ طبعا لما قرأنا يا أولاد وركزنا على أول جملتين ثلاثة. شايفين؟ أول جملتين عمرها ما هتزيد عن أول جملتين ثلاثة. فلقينا أنها the forms of money. يعني أشكال المال. طيب. بيقول لي السؤال الثاني. If you live in Germany you will use that. لو أنك تعيش في ألمانيا أنت سوف تستخدم إيه؟ برافو عليكم فرانك. نمبر سي. طيب. The form of money used by any country is called its space. شكل المال. أوكي. أو صيغة المال المستخدمة بواسطة أي دولة تسمى إيه لها؟ الله عليكم كلمة currency اللي هي العملة طبعا. طيب. Give a summary to this text. لما يجيب لي السؤال ده أولاد اديني تلخيص. أوكي. لهذا النص طبعا لازم أقرأه كل أولاد وركز جدا على الأفكار اللي موجودة وأظبطها كده. طيب. احنا وصلنا لملخص جميل جدا للموضوع اللي هو money is the wheel of life today. المال يكون عجلة الحياة اليوم. And has a lot of shapes or forms. وله الكثير أو لها الكثير من الأشكال أو الصيغ. Such as currency, checks and bills. مثل العملة طبعا الورقية أو المعدنية والشيكات والفواتير. كلام محترم جدا وتلخيص جميل. طيب مقبول اي تلخيص هنا طبعا يا جماعه عشان اطمنكم يا اولاد. مقبول اي تلخيص يكون منطقي يكون جامع كل الافكار والنقط بتاعه الموضوع يعني. طيب how many arab countries mentioned in the text. كم عدد الدول العربيه المذكوره في النص. طيب لو رجعنا للنص يا اولاد هنلاقي طبعا مصر مذكوره قدامكم هي سعودي اريبيا السعوديه وعندي برضو موجود دولة مهمة زي العراق العراق موجودة هي قدامنا وعرب إميريتس The United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة. كلام محترم يبقى أربع دول. اللي جابها نقول There are four اللي جاب النموذجية طبعا There are four countries four Arab countries mentioned in this text. طيب number six بيقول لي What does the underlined word it refer to. الكلمة اللي تحتها خط كلمة إيت الضمير إيت ده أولاد مفعول ده عايد على مين. الله ينور عليك. هنرجع للقطعة أولاد مع بعض برضو زي ما أوريكم. هنا كلمة إيت هي موجودة كلمة إيت هنا موجودة وتحت منها إيه خط. طيب الجملة بتاعتها بتقول يا أولاد The most common two types of currencies are the note or the paper money and the coin which is used when it includes few units of money. كلام محترم جدا. بيقول ان الاشكال او الشكلين الاكثر عموما للعملات تكون النقود الورقيه اوكي او المطبوعه يعني والمعدنيه والتي تستخدم حينما تشتمل او تتضمن وحدات قليله من من المال. برافو عليك البيت عايده هنا عايده على العمله المعدنيه المعدنيه. برافو عليكم. يبقى it refers to the coin. طيب نرجع مع بعض على السؤال الجميل بتاع تشوز على السريع. To give the antonym of the word able we add the prefix space. لكي نعطي مضاد بكلمة كذا أولاد able قادر نحن نضيف البادية. برافو عليكم. يبقى on اللي نمبر A UN. Number two we should protect our environment. We should protect our environment. The word protect means نحن ينبغي علينا أن نحمي أو نقي أو نصون بيئتنا. كلمة نحمي أو نخ أو نصون تعني إيه. برافو عليك. أوكي. Save number D. طيب as base is the remains of animal or animals or plants that lived in the rest. إيه هي أولاد بقايا أو الآثار للحيوانات والنباتات اللي عاشت في الماضي. برافو عليكم. اللي هي كلمة فصل اللي هي الحفرية number B. طيب number 4 A or an space is a person who travels into space. كلام محترم جدا. مين هو الشخص من يكون الشخص الذي يسافر او ينتقل في الفضاء ممتازين. برافو عليكم. كلمه استرونوت اللي هو رائد الفضاء. طيب عايزين نكمل يا مستر اسئله التشوز. نمبر 5 وي كان يوز ويند سبيس تو برودوس انرجي. نحن يمكننا ان نستخدم الرياح لكي ننتج الطاقه. برافو عليكم. ويند توربينز
اللي هي توربينات الايه الريح. He couldn't control his feeling. لم يتمكن من ان يتحكم او يسيطر على مشاعره. The synonym of control is مرادف او معنى كلمه control يكون ايه؟ برافو عليك، اللي حلها مانج ممتازة. مانج جولات بمعنى يدير، يتمكن، يتحكم، برضه تبقى مساويه لكلمه control. سؤال كومبليت جميل. طبعا نقرا، نركز على الاستراكشر بتاع الجمل. He is base used to live by the sea but now he does. ركزوا، هو اعتاد ان يعيش بجوار البحر او بجوار الشاطئ يعني بتاع البحر او على البحر او بجانب البحر، ولكن الان هو يفعل. الله عليك، خدوا بالكم لما يجي بعد but now ويجي بعدها اثبات، يبقى الجمله لازم تكون نفي قبلها. طبعا عندي تناقض، نفي يبقى بعدها ايه؟ اثبات. لقيت نفي بعد but now يبقى قبلها مثبت. برافو عليك. يبقى هنا didn't use. didn't use، لم يعتاد. في ناس بتقول لي مستر يوز دو نوت، ايه رايك فيه؟ جميله جميله جدا يا اولاد. يبقى didn't use ممتازه ويوز دو نوت ممتاز. طيب نمبر 2، هاف يو سبيس دريفن ا كار؟ هل انت لا ابدا تاخد سياره؟ قال لا. هو ده سؤال طبعا نيفر مستحيل استخدمها في الوضع ده، بستخدم برافو عليكم كلمه ايفر لانها بتستخدم لايه؟ للخبرات والتجارب السابقه. ممتازين في المضارع التام البسيط. I space asked that boy who is standing there a true story. أنا سألت ذلك الولد الذي يكون واقف هناك قصة حقيقية. هو ده ينفع يا جماعة؟ أنا سألته إزاي؟ غلط، هتبقى I told. ممتازين، برافو عليكم. أنا أخبرته أو أبلغته أو حكيت يعني. طيب he got low marks space because he studied hard. كلام محترم جدا هنا أولا. هو حصل على درجات منخفضة لأن هو ذاكر بجد. وينفع الكلام ده؟ لا طبعا، أنا عايز أنا رابط تناقض، ورابط تناقض يعني يكون إيه؟ مظبط مع الترقيم اللي قدامنا ده. أنا مستغرب الترقيم بصراحة، المفروض كان يبقى عندي فول ستوب وعندي كوماز أو كوما كوما وكوما عشان أستخدم مثلا حاجة زي however أو ممكن never ده لسه مثلا، لكن هنا بما إني مفيش حاجات دي يفضل استخدام، يا أولاد ركزوا معايا جامد جدا، يفضل استخدام although أو though. نركز جامد جدا، بسبب عدم وجود فول ستوبز او كوماز يفضل استخدام although او though. ماشي، مش حلو ان انا استخدم nevertheless او however هنا بالشكلين بتوعها. طبعا اتش كابيتال واتش سمول في جمل تناخد هنا. طيب we should avoid space cut down trees. نحن ينبغي علينا ان نتجنب او نتحاشى او نتفادى نقطع قطع جانب الاشجار. غلط يا جماعه، يبقى القطع ذات نفسه avoid من مجموعة الجرند. برافو عليكم، هتبقى cutting cutting. طيب عند الريفيو الجميلة how to keep your environment clean، كلام محترم جدا وجميل، ازاي ان انت تحافظ او تبقي بيئتك نظيفة. ريفيو جميل جدا ومدربين عليه طبعا. طبعا ما انساش اريد ان اكتب العنوان بتاعي مع تحويل your الى my او our، مع تحويل your الى my او our. مركز في كلامي جدا. طيب لو سمحت يا مستر أسيب مسافة، الله عليك، قبل الجملة الأولى indent، أسيب مسافة بادئة، وعايز مقدمة حلوة يا مستر، خد المقدمة دي. It gives me great pleasure to write about this important topic in our life. إيه رأيكم في المقدمة دي؟ من اللي ترجم؟ ها؟ إنه يمنحني سعادة بالغة أن أتكلم عن هذا الموضوع أو الأمر الهام في حياتنا. الله عليك. وبعد كده يا مستر خش بقى على الأفكار، اذكر بقى الموضوع، اسم الموضوع بتاعك، ولماذا يا أولاد الأسباب اللي بتخلينا نحافظ على نظافة البيئة، يعني لماذا يجب علينا المحافظة على نظافة البيئة، إيه هي الأسباب. الله عليكم. طب بعد كده يا مستر الطرق إن أنا أحافظ إزاي على نظافة البيئة، أعمل إيه؟ هل في إزاي تعاون في عندي مشروعات أعملها، مشروعات مدرسية، ممكن مشروعات مجتمعية، في عمل تطوعي وعمل خيري. الله عليكم. طيب بعد كده يا مستر، بعد كده افضل احط النتائج بقى. بعد ما خلصنا عم قلنا الاسباب وقلنا الطرق، يفضل ان انا احط النتائج بتاعه الايه العمل ده. اكيد بقى نظافه، بيئه نظيفه جدا، صحه جميله، مفيش تلوث، فاهمين؟ كل دي افكار بقولها لكم هي. وفي الخاتمه بقى اقول رايي في الموضوع، اقول ملخص جميل، ما انساش قبلها كلمه فاينالي، كلمه مثلا ان ذا اند، كلمه جميله جدا، واختم الموضوع بتاعي. و كده انتهى الامتحان معانا، الامتحان الجميل بصراحة، امتحان قوي شوية وفي تريكات حلوة عجبني، وأتمنى أن يكون فاتكم يا رب إن شاء الله. وما ننساش بقى دعم القناة، اللايك والاشتراك ونفعل الجرس
الكومنت الجميل، ما ننساش طبعا نشير لزمايلنا المحترمين اللي عايزين يستفادوا، اشيره وعلى وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا نشير الحاجات دي. اشكركم جميعا واتمنى نكون استفدنا، وكان معكم اخوكم مستر وائل ربيع البدري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.